نقلت وكالة رويترز عن مصدر دبلوماسي تركي قوله إن إيران أبلغت تركيا مسبقا بعمليتها المخطط لها ضد إسرائيل. المصدر الدبلوماسي التركي أضاف أيضا أن الولايات المتحدة نقلت لإيران عبر تركيا أن عملياتها يجب أن تكون ضمن حدود معينة. كما أوضح المصدر أن طهران أبلغت واشنطن عبر تركيا أن عمليتها رد فقط على هجوم إسرائيل على السفارة الإيرانية في دمشق ولن يتجاوز نطاق هذه العملية ذلك. هنا